مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في الجزء الثاني من هذه الحلقة حوار المساء. شهدت بنغازي ولا تزال تشهد أوضاعا ميدانية وإنسانية متسارعة منذ إطلاق مجرم الحرب حفتر عمليته الانقلابية المسماة بالكرامة. في هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة نستعرض آخر التطورات الميدانية في المدينة ونسلط الضوء على المعاناة الإنسانية لسكانها والحملات التضامنية التي تطلق لنصرة ثوارها. قبل أن نرحب بضيوفنا الكرام نخرج لهذا التقرير. بنغازي الأحداث فيها متجددة وشريط الأخبار معها لا يعرف التكرار. بين دبابات حفتر وبراميله المتفجرة وقناصات الثوار ومدافعهم وفي ظل الأحداث السياسية المتسارعة والأوضاع الميدانية المتقلبة تعيش بنغازي يومياتها أزيز الطائرات وضربات المدافع أصوات باتت تسمع بشكل يومي في بنغازي ولا يسكت هذه الأصوات إلا بيانات تجس نبض مكاسبها في التطورات السياسية المتجددة وتلقي كل هذه الأحداث بظلالها على المشهد الإنساني في المدينة وبحمامها على بنيتها التحتية ومصانعها أنباء عن استهداف مجلس شورى ثوار بنغازي تجمعات لجنود حفتر بالقرب من الكتيبة 21 بقذائف الهاون وأخبار عن تقدم للثوار في محور بنغازي الغربي وتمركزهم في نقاط جديدة ومن جهة أخرى فقد استهدفت قوات حفتر مصنع الإسمنت في منطقة الهوار ببراميل متفجرة وأظهرت صورا ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المصنع وفي مدينة مصرة أطلق نشطاء حملة تضامنية للتبرع بالدم لجرحى مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ممن يتلقون العلاج بالمنطقة الغربية وفي جانب آخر نشر ثوار من مدينة جدابية مقطعا يعلنون فيه عن دعمهم ومساندتهم لثوار بنغازي وبين كل هذا يستمر الوضع الإنساني في بنغازي على حالته من نقص في الأدوية وارتفاع في الأسعار وترد في الأوضاع الأمنية ومع اقتراب عملية الكرامة التي أطلقها مجرم الحرب حفتر من دخول عامها الثالث يستمر تدمير بنغازي واستنزاف شبابها واستخدامهم كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية محتملة. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، معي الآن أحد مقاتلي بنغازي الأخ محمد عيسى، نرحب به. مرحبا أخ محمد. مرحبا بك شيخ عبد الله. مرحبتين. كذلك معي رئيس لجنة الأزمة لدعم بنغازي وهو الأستاذ تميم الغرياني. مرحبا أستاذ تميم. أهلا وسهلا، نرحب بك في هذه الحلقة. هل انضم إلينا الأستاذ مروان؟ الأستاذ مروان درقاش الناشط السياسي من مصراتة، مرحبا بك أستاذ مروان. مرحبا شيخ عبد الله. أهلا وسهلا. لو أبدأ بالأخ محمد عيسى أحد مقاتلي ومجاهدي بنغازي، هناك أنباء أخ محمد، هناك أنباء عن تقدم للثوار في المحور الغربي وكذا سيطرتهم على بعض النقاط الجديدة، فلو تضعنا في صورة الأوضاع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أن أقول لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الطيبين ولقناتكم الموقرة أن الشباب في مدينة بنغازي والثوار في مدينة بنغازي يشهدون تقدم منذ أكثر من أسبوع وحالهم على ما يرام، بل سترون المفاجآت وسترون بإذن الله الأيام القليلة القادمة سترون من فتحا من الله ونصر قريب على هذا الطاغوت المجرم هو من معه هؤلاء العملاء الخونة من يريدون بيع ليبيا صراحة لبعض الدويلات ولبعض الدول الغربية. قالوها بالأمس صراحة، قالوا نحن نريد أن نكون في ظل دولة، أي تحت وصاية دولة ثانية قوية، بمعنى سيادة ليبيا تسقط. نريد أن نقول لأهلنا في بنغازي ولأهلنا في الشرق والغرب والشمال والجنوب أن معركة بنغازي هي معركة ليبيا عامة،
معركة الثوار بنغازي ليست معركتهم لوحدهم، بل بنغازي الآن تدافع عن ليبيا عامة، تدافع عن الشمال والجنوب والغرب والشرق. هذه نعم طيب. تكون وصاية على دولة ليبيا كاملة، بما أننا نحن نقاتل هذا المجرم الذي يريد تسليم دولة ليبيا لدولة الإمارات. أخي محمد، طيب أخي محمد، ماذا عن بقية المحاور، ما مثلا مصنع الإسمنت والهواري وغيرهم؟ بالنسبة للهواري الأمور جيدة جدا، وبالنسبة لمصنع الإسمنت هو بالكامل تحت سيطرة الثوار، وبالنسبة للصابري الأمور كنا على تواصل مع الشباب، الأمور 100%. طيب لكن المدة الماضية كان هناك قصف مكثف على مصنع الإسمنت، فهل بقي فيه شيء أم هو أصبح رمادا؟ والله يا أخي هم عندما ينهزمون أمام قوات الثوار الأبطال الأشاوس يقومون بتدمير مدينة بنغازي وتدمير البيوت والمصانع والمستشفيات والصرخة. هذه صفاتهم، وها هم رأيتموهم أمامكم، رأيتموهم ماذا فعلوا، والحرق والتدمير، هذه صفات المجرمين القتلة. هؤلاء مطلوبون بالقضاء العادل، هؤلاء مجرمين حرب. نعم طيب، لو أنتقل إلى الأستاذ تميم رئيس لجنة الأزمة في طرابلس. أستاذ تميم، وأنت الآن يعني ملاصق لمعاناة أهلنا في بنغازي الذين هم ينزلون ضيوفا في مدينة طرابلس، كيف هي أوضاعهم، ما مدى المعاناة التي يعانوها هم، وخاصة هم في يعتبرون بعيدا عن بيوتهم ومنازلهم وأراضيهم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله قيل لا فيك أقول، الوضع عند وضع مأساوي جدا بالنسبة للمهاجرين والنازحين مدينة بنغازي في المنطقة الغربية. نعم. تشمل طرابلس والغيطن والخمس ومصراتة وأزوارة وصباطة، لكن أكثر تجمع هو طرابلس ومصراتة. الوضع مأساوي من ناحية إيقاف المرتبات. يوجد لدينا أعداد كبيرة جدا لم يصرف لها مرتبات من 2014 10، تخيل من 2014 أكثر من سنة ونصف مرتبات موقوفة. والغريب أن المرتبات تخرج كلها من مدينة طرابلس، تذهب إلى بنغازي من مدينة طرابلس، لكن يتم إيقافها في مدينة بنغازي ولم تصرف حد، ولم نجد أذانا صاغية من الحكومة الليبية. صراحة تواصلنا مع الكل، صراحة لم نستثني أحد، لم نجد أذانا صاغية وعود مرتبات المرتبات أي مرتب من مرتب المرتب مرتبات. نعم مرتب الذي لأهالي المهاجرين عجلوا قصريا، تذهب إلى بنغازي، لا 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 تنتقل إليهم في مكان آخر. ألا يمكن سحبها؟ يعني لا يمكن سحب المرتب يا أخي تميم، يتم إيقافهم في مدينة بنغازي. نعم لا يمكن سحب مرتب، يعني الآن المصارف مهما كانت هناك. لا 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 ليس هذه المشكلة، يتم إيقاف في بنغازي أي شخص لم يتواصل مع جهة تابعة لها في مدينة بنغازي، يتم إيقاف مرتبها. نعم نعم، يعني من 2014 10 إيقاف مرتبات، وبالأخص عندنا عدة قطاعات، قطاع الصحة تحديدا أعداد كبيرة من قطاع الصحة، قطاع النفط كذلك، قطاع التعليم كذلك، أعداد كبيرة جدا. والمشكلة العويصة الكبيرة جدا التي نعاني منها مشكلة الإيجار. طيب أستاذ تميم لو تعطينا أرقام لعدد من يعاني من هؤلاء الموقوف عليه مرتبات، سواء مرتبات او اي نوع من انواع المعاناة الاخرى. يعني احيانا المعاناة، والله يا شيخ لو امكن تحت لو امكانية تحديد حلقة خاصة لمعاناة اهالي بنغازي. نعم، لان الموضوع هذا موضوع كبير جدا. نعم صراحة يحتاج وقت كثير، يعني نحن نعاني من موضوع الاتجارات. نعم ليس هناك اي دعم من الدولة، صراحة دعم بسيط لا يذكر. عدد المهاجرين والنازحين في المنطقة الغربية يتجاوز 13 ألف عائلة صراحة. نعم. المبالغ التي دفعت من قبل الحكومة لا تذكر صراحة. نعم. كذلك المرتب
مرتب لا يكفي الإيجار. تعلم متوسط المرتبات من 700 إلى 1500 الإيجار. أنت تعرف الإيجارات في طرابلس كم الإيجار ومتوسطاتها. نعاني معاناة كبيرة جدا 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 في الإيجارات، وصلت لخروج بعض العائلات من بيوتها صراحة نتيجة لعدم دفع الإيجار. مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن المؤتمر الوطني العام رفضه لما قام به أعضاء من المؤتمر الوطني من عقد اجتماع لمجلس الدولة معتبرا إياه في حكم العدم. المؤتمر وفي بيان له عقب جلسته الثلاثاء أكد أنه سيحيل الأمر للقضاء الليبي للفصل في شرعية الأجسام المسمى بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. وحسب بيان المؤتمر فإن ما يعرف بمجلس الدولة عقد بمشاركة بعض الأعضاء المقالين من المؤتمر الوطني العام. وأشار بيان المؤتمر على ضرورة السلم الاجتماعي ونبذ العنف وبعد متابعته للظروف الراهنة وما آلت إليه بعد محاولة فرض بعض. قال حضور المؤتمر الوطني العام محمود عبد العزيز في تصريح لبرنامج ال 52 على قناة التناصح إن عددا من أعضاء المؤتمر المؤيدين لاتفاق الصخرات قالوا بأنهم لا يعتدون بالقانون وأن القانون تحت الأقدام. وأضاف عبد العزيز أن هذا حصل عندما قيل لهم إن أكبر الأعضاء سنا هو سعيد الختالي وليس عبد الرحمن الشاطر. إنما هو الأستاذ سعيد الختالي حسب المفوضية العليا للانتخابات، وأن مجلس الدولة لا يمكن أن ينعقد بهذه الصورة قبل أن يتم اعتماد الاتفاق السياسي واعتماد المجلس الرئاسي. لا يمكن وإجراء التعديل الدستوري. طالبت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والعلماء والأعيان والنشطاء السياسيين والإعلاميين بطرابلس طالبت بمغادرة المجلس الرئاسي المقترح البلاد وتجميده حقنا للدماء وحفاظا على أمن العاصمة. فإننا نطالب بالآتي: أولا تجميد المجلس الرئاسي ومغادرته البلاد حقنا للدماء وحفاظا على أمن العاصمة. ثانيا نتبنى وندعم بقوة مطالب المؤتمر الوطني العام المتعلقة بالاتفاق السياسي والتي نصت عليها دار الإفتاء الليبية. ثالثا تستمر السلطة الشرعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني في ممارسة عملها. عارضت روسيا فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على سياسيين ليبيين معتبرة أن القرار غير بناء. جاء ذلك في بيان نقلته روسيا اليوم على الخارجية الروسية، قالت فيه أن الاتحاد الأوروبي أظهر من جديد سعيه إلى العمل بشكل أحادي الجانب وإلى استخدام العقوبات دون اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض عقوبات بحق رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح لمعارضتهم حكومة البعثة الأممية والتي شكلت بناء على اتفاق برعاية الأمم المتحدة. قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله أشلو إن بلاده تقود وساطة بين الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر دعما للعملية السياسية في ليبيا. وقال أشلو في مؤتمر صحفي بطرابلس الاثنين إنه التقى مع رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين وبعض أعضاء مجلس البحوث بدار الإفتاء وبالمجلس الرئاسي المقترح لمناقشة سبل حل الأزمة بين الطرفين. هذا وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين قد التقى الاثنين بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس. التقى بالمبعوث الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه آخر مستجدات الأحداث على الساحة الليبية. ختام الموجز، إلى اللقاء. منظمات داخل مدينة طرابلس وفي مصراتة في بداية النزوح، لكن مع المدة صراحة عجزوا عن المساعدة.
حاليا لا مساعدة تذكر نهائي. مساعدات التي تصلنا لا أستطيع أقول أنها مساعدات بسيطة جدا جدا جدا، ليس بقدر المسؤولية وبقدر الحجم المعاناة صراحة. هذا بالنسبة للإجراءات. كذلك نعاني من قطاع الصحة بالنسبة للمرضى أو الأمراض المزمنة صراحة، وصلت بنا الحالات تتوفى داخل المستشفيات، أنطق زحمة لا داخل المستشفيات، لم نستطع لها توفير العلاج في الخارج. كذلك الأمراض المزمنة والعلاجات كذلك نعاني معاناة كبيرة جدا جدا جدا. كذلك موضوع الانتهاكات قطاع الشباب، اعتقالات صراحة في داخل مدينة طرابلس ومصراتة، اعتقالات من جهات تتبع الله أعلم تتبع لمن لا أعرف صراحة، اعتقالات تطال شبابنا. لماذا؟ كبيرة جدا جدا صح. لماذا على خلفية ماذا هذه الاعتقالات؟ والله تقريبا للهوية، الهوية من بغدادي يصنف إن إرهابي أو تكفيري أو داعش للأسف يعني. نعم طيب نعم للأسف يعني صح. طيب لو أنتقل فقط إلى أستاذ مروان درقاش، تستمع إلي أستاذ مروان؟ نعم استمع إليك يا أستاذ مروان. الآن في هذا مثل هذه الأوضاع، وحقيقة أن معركة بنغازي معركة فاصلة ستقرر مصير ليبيا بالكامل، ليست فقط بنغازي، ومدينة مصراتة معروفة بأنها مدينة الرجال والمواقف الحاسمة، وما نشهده في مثل هذه الأحوال الآن عندنا عدة مواقف من حملة التبرع بالدم، وكذلك ما وقع من تفجير الجرافتين لثوار بنغازي، ما تعليقه؟ أولا في ريت شيخ عبد الله ولكل متابعيك وكذلك ضيوفك في هذا البرنامج في هذه القناة، قناة الثورة وقناة فبراير صراحة، قناة مناطق، أصبحت هي المنبر الوحيد الآن الذي أصبح بقي لنا من مناظر الثورة السابقة بعد أصحاب قناة النبأ، أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين عليها للرجوع للبث من جديد. بخصوص ما ذكرت شيخ عبد الله حول الدعم الذي تلقاه اخواننا ثوار بنغازي من مدينه مصراتة، هو لا زال قائم حتى بعد تفجير الجرافتين في ميناء مصراتة. ثوار مصراتة يعني سارعوا بتجهيز جرافه اخرى جديده قاموا بادخالها للخدمه، وهي الان ان شاء الله ستبدا عملها ويعني ستوفر كل ما يلزم لثوار بنغازي. اذا تبرعوا لهم بجرافه؟ نعم. طيب نعم، دخلت هذه الجرافه الى العمل الان ان شاء الله، ستبدا قريبا في 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 عملها، ونامل ان ايضا يتم توفير جرافه اخرى للعمل. طيب طيب ماذا عن حملة التبرع بالدم لثوار بنغازي؟ كما تعلم شيخ عبد الله أن العديد من جرحى ثوار بنغازي يتلقون علاجهم في مدينة مصراتة، هناك مستشفيات مخصصة لجرحى مدينة بنغازي في مدينة مصراتة وهم يتلقون العلاج هناك، وكل الدعم يتلقونه سواء يعني التبرع الدم او توفير العلاج او توفير العمليات الجراحيه. كذلك هناك بعض الحالات التي يتم تسفيرها الى الخارج حسب الحال. طيب ما تعليقك استاذ مروان وانت مراقب في على الوضع الليبي عموما، تقصير الدوله في دعم ثوار بنغازي ونازحي مدينه بنغازي وعموما يعني نازحي من جميع المدن، يعني لماذا هذا التقصير؟ شيخ عبد الله لا يخفى عليكم وعلى كافة المشاهدين ما تعانيه الدولة الليبية او ما حكومة الانقاذ من مشاكل في ممارسة اعمالها، نتيجة ان هذه الحكومة ومنذ تأسيسها لم تستطع الحصول على اي ميزانية من مصرف ليبيا المركزي، نتيجة الحصار الذي يفرضه مصرف ليبيا المركزي على هذه الحكومه. انت تعرف ان المصرف لا يقوم بتسجيل الا الباب الاول وهو الخاص بالمرتبات والمزايا،
ولكنه أوقف كل يعني ما يتعلق بالمصروفات أو ما يتعلق بتسيير الأعمال اليومية. حقيقة الحكومة الآن خاصة في هذه الظروف بعد دخول ما يسمى المجلس الرئاسي يعني تواجه يعني حصار شديد مالي ولا تستطيع التحرك. بالرغم من ذلك الحكومة صراحة حاولت دعم النازحين من بنغازي سواء كانوا موجودين في مدينة طرابلس أو موجودين في مدينة مفرطة، ويكفي أن أقول بأن إقامة كثير من العائلات في مدينة مفرطة من بنغازي في مصيف شاطئ الأمام ستكفل الحكومة بدفع كل الإيجارات عن هذه العائلات. كذلك هناك تسهيلات لوصول بعض المعونات الإنسانية. نعم. ونزول مرتبات. نعم. المصارف في المدى القريب. طيب طيب دعني أعود إلى الأخ تميم. الأخ محمد عيسى. محمد عيسى معي؟ نعم نعم. أطلنا عليك عذرا، لكن نريد لو تضعنا في يعني تصوير مشهد في بنغازي، وخاصة العائلات الساكنة في المناطق التي يسيطر عليها الثوار. سمعنا أن هناك بعض العائلات محاصرة. والله أخي هو لا يراع لا إلا ولا ذمة. هم يقصفون بالجراد والدبابات والطائرات، لا يراعون مكان توجد فيه عائلة أو يوجد فيه بشر. هم يقصفون المستشفيات، فما بال البيوت. نعم. طيب لو بالنسبة لكن ما أريد قوله هو أن حتى الناس الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها المدعو حتى هذا المجرم هم الآن في حالة غضب شديدة جدا جدا جدا، وهم لم يعودوا يصدقونه. يصرفون حوالي 400,000 على مظاهرة بالمنشورات والإعلانات وما يزيد على ذلك، ولا يكون هناك أي تواجد أو حضور في تلك الساحات، لأنهم قد أخذوا على هذا الكذب والافتراء. لم يعودوا يصدقونه. هم يريدون فصل بنغازي عن ليبيا وفصل الشرق عن ليبيا الآن كخيار آخر، وهذه المؤامرة لا زالت تتبين وتتكشف مجرياتها يوما بعد يوم، والشعب الليبي يتفطن لهذا المجرم. نعم. على أن في بنغازي عدم تصديق يا أخي. نعم. لكن مع ذلك أخ محمد، نحن نعرف خلفية هذا القتال الذي يحدث في بنغازي، ولكن لا نريد الآن نأخذ يعني هذه الخلفية أو حتى أهداف القتال من قبل المجرم حفتر. أعطينا فقط من ناحية الوضع الميداني في لمواقع المجاهدين والمقاتلين ثوار بنغازي، كيف هو الآن؟ هل هم لهم مبادرة، لهم أخذوا زمام مبادرة بعد أن تلقوا يعني هجوما كاسحا أو كبيرا وصدوا ذلك الهجوم في الشهر الماضي؟ يا شيخ عبد الله، الكلام لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. ما أريد قوله هو وصف دقيق لما يجري الآن في مدينة بنغازي، ويجب أن يعرفه الكل، والكبير والصغير والقاسي والداني، أن قتالنا في مدينة بنغازي هو دفاع عن ليبيا أولا، ثم عن مدينة بنغازي وعن بيوتنا وعن أعراضنا وعن أموالنا. جاءونا أناس من خارج يريدون احتلال مدينة بنغازي، قام بجلب المصريين، وقد تبين واكتشف هذا. نحن حربنا يا شيخ عبد الله والأستاذ المشاهدين هي حرب دفاع، بمعنى أننا نقاتل مجبورون نحن على هذه الحرب، فليست بشوارع وليست بأمكنة ولا ساحات ولا هذا، بل نحن لدينا قضية لا وهي هي الحفاظ على دولة ليبيا وعلى ديننا الإسلامي الحنيف. نحن نقاتل، ما نقاتل لأجل شارع ولأموال ولا لأجل سياسة ولا لأجل مناصب. نحن من يقاتلون الآن ضد حفتر هم المشايخ وهم الدكاترة وهم المهندسين ومن العسكريين الوطنيين الشرفاء، من يسمعون كلام المشايخ ويخافون الله. وهناك تسيب الثوار عامة، لا يوجد تيار واحد ضد حفتر، بل جميع التيارات وجميع الأفكار وجميع المناهج كلها ضد هذا المجرم، هذا الظالم
وبإذن الله بإذن الله ستسمعون الأيام القليلة القادمة ما 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 يثلج صدوركم ويفرحكم بإذن الله تعالى. طيب. أما حالنا نحن نحن كقضية غزة هي قضية شرف، قضية دين، قضية مبدأ، قضية أصل. نحن أريد أن أقول هذه يا شيخ عبد الله، نحن بإذن الله تعالى خلدنا التاريخ وخلد أسماءنا، كتبنا التاريخ بدمائنا وضدنا عن أعراض الإسلام والمسلمين وعن أعراض بلادنا وأهلنا في ليبيا وفي بنغازي، وذهبنا للكفرة وذهبنا للجنوب والشمال والغرب، وعندما احتاجتنا حتى طرابلس ذهبنا إلى هناك. سيخلدنا التاريخ. أما أولئك فيلحقهم العار إلى أبد الآبدين، من يريدون تقديم ليبيا هباء منثورة لدول أخرى مستعمرة، أو يريدون تسليم ليبيا. نحن نريد سيادة ليبيا للليبيين وفق الشريعة الإسلامية، ونحن نحترم آراء وكلمات وفتاوى علمائنا ومشايخنا الكبار في ليبيا عامة. نعم شكرا. طيب ننتقل إلى أستاذ تميم. أستاذ تميم، الآن أستاذ تميم، هذا ما يعانيه أهلنا في من بنغازي في المنطقة الغربية، وذكرت بعض هذه المعاناة حقيقة. يعني كيف ترى يعني طرق العلاج الممكن المتاحة في مثل هذه الأيام؟ الأستاذ تميم انقطع الاتصال معه. طيب أستاذ مروان. نعم أستاذ. أستاذ مروان، الآن يعني هل هذه ما يحدث الآن من التعاون مع ثوار بنغازي في قضية حملة تبرع بالدم خاصة، يعني هل هذه تعد أيضا من المشاكل التي يعاني منها الثوار؟ هناك نقص واضح في مسألة الدم. أعتقد أن كثرة الجرحى والإصابات في الثوار سوف تجعلهم بحاجة إلى الدم، ولكن ربما يواجه الثوار أيضا صعوبة في تخصص هذا الدم واستعماله في يعني الإصابات الميدانية بشكل أو بآخر. لكن على الليبيين جميعا أن يقفوا مع إخوانهم في بنغازي وأن يدفعوا من أموالهم ودمائهم لشد أزرهم ومؤازرتهم ومناصرتهم وتأييدهم، لأنهم فئة قليلة وقفت في وجه ظلم وطغيان، ولولا هذه الفئة بعد الله سبحانه وتعالى لربما قسمت ليبيا وأصبحت دولتين بعد أن كانت دولة واحدة. مهما كان نوع الدعم لثوار بنغازي، على الليبيين جميعا أن يكونوا يدا واحدة لتقديم هذا الدعم، سواء كان دعم يعني إغاثي أو عسكري أو صحي ما إلى ذلك. فكذلك أدعو الأطباء والمتخصصين أن يبادروا بمحاولة دعم هؤلاء الثوار وتقديم العون لهم، إما بالذهاب إلى تلك المناطق لمحاولة إسعاف الجرحى وتقديم الخدمات الصحية في الميدان، أو باستقبال الجرحى القادمين من مدينة بنغازي وتقديم ما يمكن لعلاجهم. طيب، لكن لو نعود إلى قضية الجرافتين، الآن هذه تفجير الجرافتين كان في مواكب لدخول المجلس المقترح من البعثة الأممية، هل هناك ارتباط في هذا أم هو حادث عرضي؟ لا يمكن أن يكون هذا الحادث حادث عرضي، لأن التفجير كان عبر ألغام لاصقة تم إلقاءها ببدن الجرافتين باستخدام غطاسين دخلوا إلى الميناء وقاموا بإلصاق هذه المتفجرات. وكما تعرف أن التفجير حدث في ساعة متأخرة من الليل الساعة 3:30، وكان القصد منه إعطاب هاتين الجرافتين، ولم يكن القصد إصابة أحد بضرر، لأن الجرافتين عادة في هذه الساعة تكون غير مأهولة ولا يجد فيها أحد. واضح من عملية التفجير أن من قام بهذا التفجير يعني إنسان متخصص
لديه الإمكانيات ولديه الأدوات للغوص تحت بدن الزرافة وزراعة هذه الألغام تحتها، وهذا لا يمكن أن يتسنى إلا لقوات بحرية إما أن تكون أجنبية أو تكون ليبية. نحن نعرف أن القوات البحرية ساعدت السيد الراز في الوصول إلى مدينة طرابلس وهي الآن تحتضنه في القاعدة البحرية في 6، فعملية التفجير ربما تكون أيضا من هذا الباب، أو قد تكون قوات أجنبية أو فرق أجنبية. لا نعرف بالضبط من وراء هذا التفجير، وإن تزامن مع دخول المجلس الرئاسي ربما يكون في إشارة واضحة إلى أنه جزء من الترتيبات الأمنية التي جاءت مع هذه الحكومة. نعم. طيب أعود إلى الأستاذ تميم. معنا أستاذ تميم؟ معك. أستاذ تميم، ذكرت الآن بعض معاناة أهلنا المقيمين في طرابلس من بنغازي، لكن هل ما هي الحلول المقترحة لديكم على الأقل للتخفيف من هذه المعاناة؟ والله هو الحل الرئيسي هو الدعم، صراحة الدعم المالي. نعم. أولا حكم حجم المعاناة نتعرض لمشاكل وضايقات من أهالينا، وهذا حقهم علينا صراحة، نتعرض لمشاكل، يطالبون بالإيجارات، يطالبون بالمساعدات، حتى الغذاء توقفنا، كنا نصرف حصة شهرية للنادفين في طرابلس ومصراتة وغيرها، توقفنا على الصرف الآن، اضطرينا يعني للأسف، وأنا أقول لك مرة اضطرينا والله العلي العظيم، أخذنا من أهالينا مخيمات تورغة مساعدات للأسف. نعم. نعم. وكلام هذا طبعا بلغت به السيد رئيس وزراء الكويت، بلغت قلت له وصلنا لمرحله اخذنا من مخيمات ورق اصحابنا اصدقائنا، كنا نتواصل معهم في بنغازي. نعم. حكم انا صفتي كنت نفسي لاول ائتلاف جمعيات اهليه ليبيه ابان الثوره، وكنت مدير تنفيذي لمؤسسه التواصل الاعمال الخيريه في الثوره، فكان عندي تواصل مع خيمات الورقه، من باب رد جميل تواصلوا معي بتقديم بعض المساعدات، وهناك جمعيات كثيره لا استطيع ان احصرها صراحه. طيب لماذا لا، لماذا يا استاذ تميم؟ نعم. لماذا لا تتواصلوا مع جهات العمل التي ينتمي اليها هؤلاء لقضية في مسألة تحويل مرتبات، بحيث تحول مرتبات إلى مصارف قريبة؟ يا شيخ تواصلنا مع الجميع والله العلي العظيم، مع رئاسة الوزراء مع السيد الغويل، تواصلنا مع رئاسة مؤتمر وطني، تواصلنا مع الجميع، مع وزير المالية، كل من مع وزير الصحة نهائي، لم نجد أذانا صاغية، وعود صراحة ولم نجد أذانا صاغية. طيب. فقط لا غير، لكن لحد الآن لحد يومنا هذا لم يصرف مرتب. نعم. لم يصرف مرتب لحد يومنا هذا، وأنا مسؤول عن كلامي صراحة. نعم. نعم. طيب الآن لعل صوتك وصل، ولا نسأل الله عز وجل أن يسهل أمر إخواننا جميعا وأن يرفع عنهم هذا البلاء. نشكرك أستاذ. نشكرك أستاذ. شيخنا لحظة بسيطة بس. أتفضل. بإمكان الجميع، أي مؤسسة خيرية في طرابلس تقديم يد العون والدعم، مقر لجنة الأزمة في النفلين شارع الشيخ. كل من يستطيع يمد العون صراحة يتواصل معنا مع لجنة الأزمة. نحن نعاني صراحة، نعاني. مقر لو تعيد المقر، مقر لجنة الأزمة. لجنة الأزمة شارع الشيخ. شارع الشيخ. النفلين. شارع الشيخ. النفل. نداء لجميع المؤسسات. لا لا لو تذكر أقرب نقطة. المفترق الهالي، مفترق الهالي، جامع الشيخ، شارع الشيخ، جامع الشيخ. تمام. تمام. إذا هو من يريد مكان معروف، هذا بالله عليك هذا نداء صراحة. نعم. بجانب إنساني صرف، نحن نهتم بالجانب الإنساني صراحة. نعم. صراحة. طيب. وكذلك نريد من يتواصل معنا بخصوص الانتهاكات التي تطال الشباب في منطقة طرابلس تحديدا، ومن ثم طرابلس ومصراتها. جيد. لعل صوتك الآن يصل. مقر لجنة الأزمة في النفليين، منطقة النفليين بطرابلس في شارع الشيخ، ولعل الإخوة يتفاعلون مع هذا النداء لدعم إخواننا ومن نازحي مدينة بنغازي المقيمين في مدينة في المنطقة الغربية عموما. شكرا أستاذ تميم الغرياني.
على هذه المشاركة. نعود إلى الأخ محمد عيسى. كلمة أخيرة محمد عيسى، ماذا تريد أن تقول فيها ختام هذه الحلقة؟ يا شيخ عبد الله، أنا أريد أن أقول في كلمة الأخيرة، عندي بعض الرسائل، يريكم حتى قليل الوقت. لا والله الوقت الآن في النهاية، أريد في دقيقة لو سمحتين. بإذن الله. أريد أن عندي رسالة إلى أهلنا في بنغازي وإلى أهالي الكبار، خاصة إلى أمهات الشهداء وأهالي الجرحى، إلى الناس الحين والمهجرين، اصبروا وصابروا، فإن الله معنا، وإن بإذن الله تعالى سيكون النصر حليفنا، لأننا نحن أصحاب قضية وأصحاب حق. وهناك رسالة أخرى إلى أهلنا وإلى ثوارنا وإلى إخواننا في المنطقة الغربية، أريد أن أقدم لهم جزيل الشكر بالنيابة عن أهلي وإخواني وعن الثوار عامة. وأريد أن أقول لهم وننوه لهم عن شيء، هي أن مدينة بنغازي الآن أصبحت مرسى لأزلام المقبور والماضي، وهناك بالأمس قد قتل في الجبهات ابن عم عبد الله السنوسي، وكل اللي يعرفون من هو عبد الله السنوسي. نعم. ابن عمه جاء من سبها. نعم. وجاءت معه الأرسال والمجنون وقتل في محور الهواري. نعم. وأريد أن أقول لثوار المنطقة الغربية، إن قضية بنغازي ليست قضيتنا وحدنا، وإنما قضيتكم أنتم وثوار. نعم. ليبيا عامة. وضحت فكرة. شكرا ثواني ثوار مدينة بنغازي. نشكرك الأخ محمد عيسى، نسأل الله عز وجل أن يثبتكم وينصركم على عدوكم، كما نشكر الأستاذ مروان درقاش الناشط السياسي من مصراتة، وأشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.